شوها شوها يعطيكم العافية. اليوم لجنة الاقتصاد اجتمعت باجتماع الأسبوعي وكانت جلسة مثمرة جدا، واستمعنا لرئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر يلي تقدم لأعضاء اللجنة بمذكرة كتير مهمة بتبدي كل آراء وأوجاع العمال بهالظرف الاقتصادي اللي عم تتخبط فيه الدولة. نحن سمعنا الطرح وتفهمنا أمورهم، ونحن رح نعرب هالمطالب ونشوف كيف فينا نوصلها للسلطات يلي هي مولجة فيها. تاني شغلة، أعضاء اللجنة دعوا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت، واعتبروا أنه هيدي التشكيل الحكومة هي بمكان ما بتساعدنا أنه يتوقف التخبط بحكومة تصريف الأعمال، ورح أطلب من الزميل إيدي قبل لما يتطور الفكرة أكثر. ثالث شيء، حكينا كتير بقضايا الدعم. أنتوا عم تسمعوا أنه بجوز يتوقف الدعم والاحتياطي بمصرف لبنان عم بخف، فنحن خلينا نقول أنه اللجنة هي كتير قلقة من مشروع انخفاض الاحتياطي في مصرف لبنان، وهي بتقول إذا كان في دعم وهي تؤيد الدعم يجب أن يكون هذا الدعم هو الدعم للشعب والقطاعات المنتجة اللي هي بالحقيقة ضمانة لمصلحة القطاعات الانتاجية والعمال تأكيدا في الظروف الاقتصادية الحالية. هلا صار في عدة نقاشات بمواضيع اللجنة هي رح تعربها وتشوف. مثلا كان في طلب من العمال بمواضيع المولدات. انتو بتعرفوا انه سابقا صار في حديث على قديش رح تكون تعرفة المولدات، لانه هيدا مطلب شعبي كتير مهم، واليوم بفرق اسعار الدولار بدنا نشوف وين رح نوصل قبل ما يكون عنا مشكلة اجتماعية إضافية. اللجنة تداولت بالإهراءات، وأكدت اللجنة أنه يجب إعادة بناء الإهراءات بأسرع وقت لأنه لتأمين الأمن الغذائي، وأعضاء اللجنة شددوا على سرعة إعادة بناء مرفق بيروت لإعادة فتحه بأقرب وقت، وكان كمان نقاش مثمر عن هذا الموضوع. لقد أكد حضرة رئيس الاتحاد العمالي العام أنه عدم الاستقرار السياسي والمناكفات وعدم المسؤولية هي إلى اليوم نتائج كارثية، وإذا اليوم توجهنا إلى منصة لسعر صرف الدولار رسميا رح يكون في إلى انعكاسات على الضمان الاجتماعي، ورح أطلب من زميلي أليكس ماتوسيون يتوسع بقصة الضمان والمستشفيات. وشكرا. تفضل. هيدا موضوع بعد يناقش. الحكومة إلى موقف، حاكم مصرف لبنان إلو موقف. نحن بالنسبة لأن هيدي هالودائع هي ودائع المودعين وهي مقدسة ولا يجوز التفريط بها. بالحقيقة اليوم نحن بظل انحلال